نعم يا أمي. مشيتي وقعدتيني، لو جبت النمر النهائية هتخلي بابا يجيب لي سكوتر؟ ما انا جبت النمر النهائية صح؟ هيجيلك أحلى سكوتر عشان أنتي جبتي الدرجات النهائية يا أمي. ربنا يخليكي ليا يا أمي. يخليكي ليا. وأنا بابا خلي بابا يجيب لي عجلة. عجلة على إيه؟ على الأربع ملاحق اللي أنت جايبهم؟ والله العظيم ما حد هيبوظ غير أبوك. بس أنا هخليه يجيب لي العجلة مش هيجيب لي أمي السكوتر. خش ذاكر أحسن بدل الرمادة اللي أنت فيها دي. انت يا امنيه هيجيلك احلى احلى سكوتر وهو مش هيجيله حاجه. ربنا يخليك ليا يا ماما. خليك ليا حبيب قلب بابا. بابا حبيبي. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. امنيه نجحت النهارده كويس، والباشا جاب اربع ملاحق. تتعود ان شاء الله، تتعود وينجح. ايه ده، المفروض بدل ما تضربه تقول له تتعود، كل سنه تقول تتعود. ما فيها ايه لو سقط، احنا مش محتاجين التعليم ده في حاجه، كده كده لما يكبر هيمسك شغل ابوه. ما لازم التعليم جنب شغلك تبقى حاجه كويسه. انا اهم حاجه عندي بيعرف يقرا ويكتب. انا مش عارفه انت بوظت الولد ده، والله العظيم انت بوظته. انا مش عارفه اقول لك بوظته ليه. انا نجحت وجبت النمره النهائيه. يا بابا مش هتجيب لي سكوتر يا بابا؟ سكوتر ما عنديش انا بنات تلعب. تعلم تعلمها الطبخ بس. طب ليه كده بس يا بابا؟ شغل البيت والطبخ ملهاش سكوتر دي. بابا بابا انا عايز عجله. عايز عجله؟ احلى عجله تكون عندك يا حبيبي. حبيبي ده دلوقتي اروح اجيب لك احسن عجله. ماشي. انت تؤمر يا مصطفى. تعالى يا حبيبي اجيبها لك. اقول له ايه ده؟ بوظ الولا والله العظيم. ماما يديكي كده يا ماما يعني؟ ماما انا ذنبي ايه طيب؟ انا نفسي ما كنتش اكون بنت، كان نفسي اكون ولا يا ماما. ابدا ادعي يا ربنا اقول يا ربنا ما تخلينيش ولا ليه؟ ابدا انت كل يوم انا بابا بنت. وانا عملت الحاجة يا بابا تزعله. معلش يا امي ما تزعلش. اللي انت عايزه يا مصطفى انت تؤمر بس. انا عندي كم مصطفى. بابا ايه يا امنيه؟ هقول لك على حاجة بس، انا وانت بس. ايه اللي انا وانت بس دي؟ يعني مصطفى بس عايز اكلمك على موضوع. ما تتكلمي. عجلة. كلمي. اكلمك على موضوع طيب، مش انا هتكلم انا وانت. عايزه تقولي ايه؟ اقعدي. عايزه تقولي ايه؟ اقول لك حاجه، انا جبت درجات النهائيه وقفلت الامتحان، قلت لك عايزه سكوتر ما جبتليش اي حاجه، وهو جايب ملاحق وجبت له عجله. بصي يا امي، انت هتتعلمي ولما تاخدي الشهاده مش هتشتغلي بيها، هتاخدي الشهاده بس. انت اهم حاجه تعلمي الطبخ من امك وشغل البيت. انا زعلتك في حاجه؟ انا عمري زعلتك في حاجه؟ عمرك قلت لي حاجه قلت لك لا عليها؟ انا مش عايزك تغيري من اخوكي. انا مش غيران، انا برضه عاوز اخد حقي، عاوز اخد حقي زي ما واخد حقه. انا ما بحبش خلفه البنات، ماشي؟ ما بحبش خلفه البنات. وما تتكلميش كتير. طب انا ذنبي انا اكون بنت؟ طيب اسمعي الكلام من مره واحده. يعني اديكي وقت تغيظني كده؟ هو ولد يعمل اللي هو عايزه. انا اللي شاطرة على فكرة مش هو. اسمع الكلام، اهم حاجة تعلمي الطبخ من امك، ماشي؟ ماشي. شبه امك. مالك يا امنية؟ في ايه؟ في ايه يا امنية؟ في ايه يا حبيبتي؟ النتيجة كانت النهاردة، انت عملتي ايه فيها طيب؟ لا انا قبلت الامتحان وجبت الدرجات النهائية. طب بسم الله ما شاء الله، زي رماس بالظبط. ماشي. طب ما انت شاطرة يا عمر، ده شكل واحدة فرحانة ومبسوطة بالنتيجة. ما انا قلت لبابا يا بابا انا جبت الدرجة النهائية يا بابا، ونفسي في سكوتر يا بابا. قال لي لا مفيش بنات عندي ياخدوا سكوتر، بيلعبوا بسكوتر. واخويا يا مصطفى عمل ايه ده كمان؟ جاب اربع ملاحق زي كل سنة. مفيش فايدة بدلع ابوكي فيه ده. وجاب له عجله كمان، بيبوظ اكتر والله. انا عاملني وحش خالص، وبيحبه هو اكتر مني بصراحه. انا متضايق قوي، بيقول لي ما بحبش البنات وبلبس البنات. خلاص يا حبيبه قلبي ما تزعليش نفسك. انت عايزه نفسك في سكوتر؟ انا نفسي في سكوتر، ونفسي يعاملني حلو ويحبني. هو والله بيحبك، والله هو بيحبك. ويا ستي والله ليك عندي احلى سكوتر، ما تطلبيش من بابا حاجه. انا السكوتر ده انا اللي هجيبهولك. كان نفسي هو كان يجيبهولي، عشان نفسي هو يكون حابني زيه. كان نفسي يحبني نص الحب اللي هو بيحبني.
يحبهوله. سيبيلي يا بكره انا هكلم معاه، بس انا مش عايزاكي تزعلي، انت المفروض ناجحه وشاطره، يعني المفروض تقعدي تضحكي وتهزري. مش مقدرني خالص، على طول بطلع من الاوائل ومشرفه. ما تزعليش يا قنية. ما تزعليش يا حبيبتي، انا هجيب لك اللي انت نفسك فيه. انا نفسي اعملني حلو. ازيك يا عبده؟ وانت عملت ايه يا مصطفى؟ هي جبت اربع ملاحي وهو جاب لي عجله. مالك بتقولها عادي كده يا حبيبي؟ اربع ملاحي وهو جاب لك عجله، هو اخر الدلع ده بوظها. شفتي جاب له عجله ازاي؟ ما رضاش يجيب لي سكوتر على انه ساقط. عشان بابا مش بيحب خلفه البنات وبيحب خلفه الصبيان. ايه ولا اللي انت فيه ده؟ امشي. ليه سيبت العبي معايا؟ لا ابوك هيبوظه والله العظيم. وانتي ليك السكوتر بتاعك عندي، وانتي هداية نجاحك عندي سكوتر السنة دي، بس اتحكي. انت عارفة انا ممكن ما بقاش عاوزة سكوتر، ابقى عاوزة يعملني حلو بس. والله هو هيعاملك، هو بيعاملك حلو بس انت تلاقيكي مش بتاخدي بالك. لا والله بيحب، هو قال لي بنفسه وقال لي في وشي ان هو ما بيحبش خلفة البنات، يعني مش بيحبني. هو كلامه صح. انا هتكلم مع ابوك، مش عايزاكي تزعلي نفسك. هي ندى عاملة ايه؟ ايه يا ندى، ينفع اللي انت عاملينه في اغنية ده؟ انا اللي عايزة اشتكيلك من اخوكي والله العظيم. ما ينفعش التفرقة دي يا ندى. انا ذنبي ايه؟ اللي ناجحة حتى قدروها. انا جاية اشتكيلك منه علشان تكلميني، مش تكلميني انا. انا مش عارفة اقول له ايه. بيعمل البنت معاملة وبيعمل الولا معاملة تانية، الولا باظ. طب بصي يا امنية، هتفق معاكي على اتفاق حلو، تبقى لعبة ما بيني وما بينك ونشوف غلاوتك عند بابا قد ايه. ماشي؟ بصي انا جوزي مسافر، تعالي اقعدي معايا كام يوم انت ورماسه، اقعدوا العبوا مع بعض واجيب لك كل الالعاب اللي انت نفسك فيها، وشوفي بابا هيسال عليكي بعد كام يوم عشان تعرفي غلاوتك عنده قد ايه. بابا عمره ما يسال عليا. لا هيسال عليكي وانت هتشوفي، لما هيلاقي البيت من غير امنيه شوفي هيحس بايه. بس انا ما اقدرش اعيش من غير امنيه. صدقيني هو ده الحل الوحيد عشان يحس بقيمتها في البيت يا ندى. انا متاكده 100% لو حتى مش هيفكر اللي هو حتى يتصل بالتليفون عليا. والله هيتصل. انت على فكره هو بيحبك قوي، بس هو اخوكي مصطفى بس ملهيه كده مش اكتر. خلاص اسمعي كلام عمته. ودي انت مش عايزه تقعدي معايا؟ لا عاوز اقعد معاكي والله. ده انا هفرحك واجيب لك اللعب اللي انت نفسك فيها واخرجك واديكي كل اللي انت نفسك فيه. بعدين انت زي رماس بنتي بالظبط. انا ممكن انا نجحت، انا مش عاوزه حديد سكوتر، مش عاوزه ولا لعب الدنيا كلها، انا عاوزه حب بابا بس، مش عاوزه حاجه تانيه. انا دي بالنسبه لي هديه كبيره قوي. انت جميله يا امنيه والله يا امنيه. واو والله العظيم مش مقدر كل ده، وهيقدر الايام الجايه ان شاء الله. خلاص بقى يا امنيه اسمعي كلام عمته. هو لما يجي انا هقول له انا هاخدها عندي. خلاص ماشي، هو زمانه جاي دلوقتي. خلاص انا مستنيه. جميل انت، اضحك بقى والله يا جابك ثلاثه سكوتر مش واحد بس. السلام عليكم. ايه يا محمد؟ ايه يا ندى عامله ايه؟ الحمد لله. انا هاخد امنيه تيجي تقعد معايا في البيت. خديها. تمام هاخدها. تمام ماشي. وبطل تدلع في ابنك، لما يطلع لك باربع ملاحق كل سنه ده انت كده بتوقعه على فكره. مش هيطلع لك حاجه، هيطلع ميكانيكي ولا يطلع بواب. ليه؟ شغل ابوه موجود، اهم حاجه عندي يكون بيعرف يقرا ويكتب بس كده. كلمتين دول بسمعهم منه كل يوم. يا ابني كل واحد بيتمنى عياله احسن منه. لو انت مهندس تتمنى ابنك دكتور، وتتمنى اللي هو يبقى احسن مننا في كل حاجه، مش تبقى فرحان بملحق وتروح تجيب له عجله. انا شايفه وهو في شغلي هيبقى احسن مني كمان. يا زي مش هقول لك حاجه، يا عايز تجيب له عجله المفروض تراضي اللي نجح الاول. بس انا ما بحبش خلفه البنات، وانت عارفه كده من زمان. طب انا عمر عمان بقول لك انا هاخد امنيه تعيش معايا. خديها. معاملتك ليه دي مش هخليه ينجح خالص، على طول هيسقط عشان يجي له عجله. مش مهم، انا عايزه يسقط واجيب له اللي هو نفسه فيه واللي هو عايزه كمان. وامنيه دي اي حاجه تطلبها مش هجيبها لها. طب امنيه عاديه نجاحها عندي اصلا، هجيب لها احلى سكوتر في الدنيا واعمل لها اللي هي عايزاه. وباسلوبك ده انا ماشيه. امشي. خليك يا ندى شويه كمان. لا انا ماشيه خالص. يلا يا امنيه. يلا مع السلامه يا امنيه. مع السلامه. بابا. حبيبي يا مصطفى. ايه يا حبيبي؟ تعالى اقعد، تعالى اقعد، اقعد يا مصطفى، اقعد هنا. ايه العجله حلوه؟ اه حلوه قوي. مبسوط بيها؟ مفيش اي حاجه نفسك فيها تانية اجيبها لك؟ لا حبيبي يا مصطفى. دلع كمان. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. انت سعان ولا ايه؟ لا دلع كمان. يلا حضرنا الاكل. يلا تسع تتكلمي معايا. مفيش اي حاجه ناقصاك يا حبيبي؟ لا الحمد لله. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. مصطفى فين؟ ما سألش عليا خالص. ما
سألش عليك طول اليوم بيلعب مع اصحابه ولا يفكر يقول لي بابا سلامته. حتى انت اللي بوظت الولد ده، دلعك فيه هو اللي بوظه. انت مفكر فاشل في تعليمه هيبقى فاشل في شغلك انت كمان. ده البيت فاضي. فاضي عشان امنية مش موجودة، امنية اللي بتبلع البيت. عايز اقولك على حاجة، امنية رايحة رحلة كمان ساعة مع عمتها. احب اشوف امنية اللي هتقف معاك ولا الولد اللي سابك وبيلعب مع اصحابه. طب جربي كده. قالوا يا ندى عاملة ايه؟ الحمد لله والله. بصي محمد تعبان شوية، عاوزاكي بس تقولي انا عارفة ان انتوا مسافرين، بس قولي بس الامنية ان بابا تعبان. شوفيها لو عاوزة تسافر سافري، لو عاوزة تيجي تبص على بابا تيجي تبص. خلاص ماشي، مع السلامة. اكيد قالت لك هتسافر. معرفش، انا قلت لندى وتشوف بقى امنية هتسافر يا تيجي تبص عليك. اكيد هتسافر انا عارف. امنية الف سلام عليك يا بابا. الله يسلمك يا امنية. والله العظيم اول ما كلمتني ندى بقول لها امنية بابا تعبان خدي كلميه في التليفون اطمني عليه، قالت لا انا لازم اروح اشوفه. كنت عارفة والله ان امنية هتيجي على طول. خلاص انا مش عارفه اسافر، انا عاوزه اقعد جنب بابا. انا طب انت مني عايزه تسافري تشوفي امنيه عشاني؟ لا يا بابا انا عمري ما تبقى عشانك. الف سلام عليك يا محمد. الله يسلمك يا ندى. بابا انا اسفه، ما كنتش عارفه انت تعبان خالص. اول ما عرفت بابا طلعت اجري ومش عاوزه اسافر ومش عاوزه اسيبك ابدا. دي البنت كانها استغربت. انا استغربت من ردة فعلها. انت لو مش عاوز تعملني حلو خلاص تعملنيش حلو، بس انا اهم حاجه عندي سلامتك يا بابا. ما تزعليش مني يا امنية. لا يا بابا انا اسف والله. ولو انت مش هتقدر تروح الشغل فيني روح الشغل بدلك لو هو تعبان يا بابا. لا يا حبيبتي والله يا امنية انا اسف جدا ومش عايزك تزعلي مني. انا مش عارفه. واول لما اقوم والله هجيب لك سكوتر انت كان نفسك فيه. انا مش عاوزه حاجه يا بابا، انا عايزك بس تحبني يا بابا، انت عندي الدنيا كلها والله. طب مصطفى اخوكي ما سالش عليا. معلش يا بابا معلش. يا محمد انت عليك. انت اللي دلعت مصطفى لحد ما خليته بقى كده ولا حاسس بيكو، بقت كل حاجة هو عايزها انت بتجيبها له. عايز اسأل عليكوا ليه بقى؟ هو انت مش حاسس بحب ليك خالص يا بابا؟ انا بحبك وانت مسألتش عليا خالص الايام اللي انا سبتك فيها، مسألتش عليا يا بابا كنت بفكر انت تسأل عليا يا بابا. خدها في حضنك يا محمد بنتك حبيبتك دي، والله العظيم لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي حناية أغنية. ما تزعليش يا حبيبتي. لا ما زهقنا منك يا بابا. البنت زي الولد وساعات بتبقى أحسن والله. ربنا يخليك ليا يا امنية. خليك ليا يا بابا. معلش انا اسفه يا بابا انا سبتك والله. انا اللي اسف يا حبيبتي. مش عايزك تزعلي مني. لا يا بابا مش زعلانه منك يا بابا والله. امنية وحشين. وانت كمان يا بابا. قلت لك امنية اول ما تسمع تيجي على طول. اجيب لك ما يجيب لك اي حاجه طيب؟ ربنا يخليك يا حبيبتي. السلام عليكم. الله يسلمك. خلاص شو احنا هنقعد مع بابا اللي انت عايزاه يا حبيبتي. ان شاء الله المره الجايه تتعوض ويبقى بابا وماما معانا كمان. تعبت معايا يا ندى. لا ولا تعب ولا حاجه. امنيه بنتي من خليك. شكرا يا عم، ربنا يخليك. شكرا يا ندى. ربنا يخليك. شكرا يا ندى. شطور انت جميله والله يا امنيه، حنينه وقمر. ربنا يخليك يا بابا. شكرا انت خليتي ابويا عامل حاجه. ما تزعليش مني يا امنيه. تعالي خد. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي.